وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وحن سلام يا وزيرك وزاردة ورفافين تارلغنك مدن داود أويس قدوميها قدومي كحيانك أمني سياسة قبل كبنادر مدن محمد أحمد ديري يبو سمها قود وزاردة بنالك برنامج كنوت جديد دونا أوه الرأيو قدوميها يد علماء الصوماليات دكتور شيخ بشير أحمد صلاد تريا كحيانك عيدن كبوليس كصوماليات ولا شيء جنرال زكية حسين أحمد قدوميها هاوين كصوماليات ماما بطولة شيخ أحمد يو رمان ضدك صوح حاضري هاوين كصوماليات ورياشة ضدك متلية هي عدا أكسبتي انترناشنال يا رمان حضورك قود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت كجدال موضوع على قهد ليه وحوي يا شباب iyo fikirkooda xaq jirka ah oo Soomaaliya laga ciribtiray ka suulay ka baabacay ee waan rajaynaynaa insha Allah sanadkan inuu noqdo sanadkii ugu dambeeyay oo khawaarijta al shabaab iyo fikirkooda xaq jirka ah Soomaaliya laga suuliyo ama xilligu ugu dambeeyay oo waxa weeye uu noqdo ay ayagu joogan waan muuqataa inay gabagabadiisa ku jiraan mar walba nusuusta ku soo aroortay quraanka iyo ahadiisa waxay tilmaamaysaa in laga dheeraado xaq jirnimada qofka inuu dhinac caado ama diintiisa dhinaca u leexdo. Allah subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku amaanay oo ummadan uu ku sheegay inay tahay dhaxdhaxaad ayuu ku sheegay wa kadhalika ja'alnaakum ummatan wasada waxaan ka yeelnay ummad dhaxdhaxaad ah oo qaada jidka dhaxdhaxaadnimada xaq jirnimada ka dheer. آيات كلا الله سبحانه وتعالى وحكم لي كنتم خير أمة أخرجت للناس ذلك كوا أخير كبدن آياتين ولا صار ساري خير ك وحنكوهلنا وحيته لحد حد إن ماذا سانكوهلنا الله وحكم لي آيات كيسة يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم دينتي إنها كحد جد بيننا أهل الكتاب كمل كل هذا لي حد جد مرنا ما بنانه نبي جنا صلى الله عليه وسلم وكدي يا أيها الناس إياكم والغلو إسكا إلالية ووحد إنك جديجة يا حد جدوب كي حد جرنمدا وايدات كي إنك وري وح هلاجي وح أهايان حد جرنمدا يا هايان وح هلاجي مركا أنجا ونومو قتا حد جرنمدا مري هيدا إيو وح لقطنا حلي إيو حمانت ونومو قتا إن مركا بروشاد اللي جو عيجل يا حد جرنمدا سوى وحرن تي أدوين وأنا وح أنك فيلا إنه دتك سوق بن قابي شركان إيو بنال كان إني وحوي ما أنت نصو بندجان هدي أنسي فره موضوع بنالك وكسب سنية هاي وحا سلية هاي سدح حب سياسة داد ايا فكر كحق جرنمة صومالي لو عرب تريكرا ويلب وحا سلية هاي سنده هنقوديه وحاوي ان شاء الله ولغ عرب تريا حب سياسة داد كو اور ريا وحب سياسة داد كهورتقة ان فكر كان لغا هورتقة وافر دنا كهورتقة سينا وكوب سنيو لنا عكوبات وأدنى على الدين إن دين أهم فكر كان حق جركا أهل الله هرتقو وحكو إيمان إيسا أنا أقول بكو هذا ليا مقعي وزارة الدين تيوقافتا جمهورية فدرالك صوماليا وإن وزارة أي دياريسا وحاوي شرعية هرتبين تقول له شقوينكا ويقوه الرئيسو ديارين تشرعيقا دكس قرآن دا إي مساجد دا إيو أرور ديمي دي دا شروع دا سديلا دياريو أو لباس غريو waxay faa'iido keenayaan waxa weeye in la xakameeyo dhaqdhaqaaqa diineed ee wadanka iyadoo isqaabkii saxda ahaa oo waafaqsan islaamnimada iyo dhaxdhaxaadnimada loo waajahayo hadii la ansixiyo sharciyadaas waxa iimaaneysa masajidada ay xaq jirinta maamulaan ama dadka xaq jirka ah ay mataqaana wax ka sheegan in si fudud waxa weeye looga qabto oo umada looga dhex saaro duksi quraanada dadka xaq jirinta ay dhigaan iyo fikirka xaq jirka lagu faafinayo saas oo kale in umada laga dhex qabto taasay keenaysa qofka marka xaq jirnimada ku jira meel uu maciinsada marka male albaabada dhan waa laga soo xiray shuruucdaasi muhiim bay u tahay ka wasaarad ahaan in la ansixiyo ayaan rajaynayaa oo la soo meel mariyo dhinaca waxbarashada wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda dhalinyarada iyo kuwa waxbarashada waxa weeye dalka xiriirka la leh iyagana waxaa laga rabaa in ay manhajka waxbarashada dalka lagu kordhiyo la dagaalanka fikirka xaq jirka iyadoo aan la buunbuuninaynin oo aan waxa weeye xadka bax aan lagu sameynin ayada lafteeda laakiin in fikirka ama manhajkeena carruurta aan u dhigayna laga bilaabo xanaanada carruurta fasalka koowaad ilaa jaamacadda
إن وحال الربع فكر كحق جرك كورتجيسة يعني كجيران وحيابة تصيّا أما وحيابة حق جرني ماذا وحاوية ضدك نعيبهان لوجو بيريو تصالوين يرى ربي حكرا وما هن إن عشرة وين وحق جرني ماذا كهلا يا لكن لكن مثال هذا حسابته كلام ركلا هذا يا مثال هذا حسابته لو كين يا أيه وحاول لو تطبيق حكرا لنا وحن سوشا لنا عدين تي لنا وحبرشده لنا عدومركا إن دومركا هنا صوماليات وضرب لحد مر والبوه هايين وحاول يقويس كصوماليات إيوه قبض كصوماليات حجرني ماذا أما حنقول ضدك حجرين تاه هو يبى هذا شيء قبر ولا على هلا دلتي وحاول قبرنا وضحى مركا قبلها صوماليات تير لحد لعيك هذا كران هلجن كالولد ده قال لهم يحق جرني مدا إياها وزارة هواينكا يأورك هواينكا صوماليات إن إياها أنا هلكا وحاول قرب يكون نقدان هلجن كذلك لوجه حرين يا أفكار تحق جركا لنا وحاول نقن كا يبلش هذا الرجل كا وزارة ورفافين تي نقن كا وزارة ربها جودها نيان وحلاج الربعين الدياريان نقن كي يوحيابها ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص 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 يجب ان يكون وزارة أوقافت يو حاوي وزارة رفافين تي وحلمت كأ إن أي وحاوي ناس ميان وحاوها نقاشات نقاشات كاثنا اللي يقول الجيدو إن أفكار تحجر كالولد دجال ما تصالها نوكله وحاجر تدولة نمدينا تطبع شكوك يو كفر هذا لا كفر أوراية دولة الصومالي دستور بيكون ده قنتها دستور كوا قالمو وحاوي وحكور رمان دستور يكون رمان دستور كوا قالما إليهن ديمقراطية بيكون رمان ديمقراطية دوا قالما إليهن برلمان يشرع دجنا أوجو بلو وحي أتصال يعني برلمان كإنه يا إلهي يا أصنام لعابد يو وحي أبها سو كلامك إن الوسط ما يقف كأمينة برين وش الوسط ما يلاقوه مدة قدام بيسو وحوي سياسة دسفينتا أو إن دولة أي كي يلاطو إلى لين تدين ت دولة وحي دولة أتهاي وإن إلى لسادين تحراسة الدين وسياسة الدنيا وي إيوه إن عدالة يكون ده شو ما لا حق جرنا ماذا كده لا تعدالة أي تهاي وقدم بيننا وحوي ضدك شقاء على أنت يبقى موضة إن أي شقاء الرئيسه وأي عنصر حق جرنا ماذا كده لا كرتاه مركب إنتاز يعني سلين نهاي موضوع ولوسو كوبي كرا وبالله التوفيق.